قصد تحديث وعصرنة قطاع النقل بالسكك الحديدية، سطرت الدولة برنامجين استثماريين هامين للنهوض بهذا المكسب الأساسي والقاعد للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تخصيص أغلفة مالية ضخمة من أجل اقتناء عتاد متطور وعصري لنقل المسافرين والبضائع من جهة، وإعادة تهيئة كل ورشات الصيانة وتحديث هذا العتاد من جهة أخرى. وفي هذا السياق قام فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 5 جويليا 2006 بتدشين القاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات برويبة، وتنحدر هذه القاعدة من ورشات الحامة سابقاً، وتقدر سعة معالجتها ب400 قاطرة في السنة. كما تم سنة 2007 استلام 30 قاطرة ديازل كهربائية للمصنع الأمريكي إلكتروموتيف ديازل، 16 منها مخصصة لنقل البضائع و14 لنقل المسافرين. واستلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بين سنتي 2007 و2009 17 قطاراً ذاتي الدفع من علامة كاف الإسبانية موجهة للخدمة الجهوية. واستلمت الشركة كذلك بين سنتي 2008 و2010 64 قطاراً كهربائياً للمصنع السويسري ستادلر. خصصت هذه القطارات لتدعيم سلسلة النقل الجهوي بضاحية الجزائر العاصمة، الجزائر العفرون، الجزائر ثنية، الجزائر زغالدة، والجزائر تيزي وزو. قطارات غيرت محيط ضاحية الجزائر محافظة على البيئة، تضمن السرعة، السلامة والرفاه. كما تم في إطار هذه الصفقة وضع محاكم للقيادة في الخدمة يوم 15 مارس 2009 قصد ضمان التكوين المتواصل لمستخدم قيادة القطار الكهربائي، ويتواجد هذا المحاك حالياً على مستوى المعهد العالي للتكوين السككي برويبة. وللتكفل بصيانة هذا النوع من القطارات الكهربائية دخلت في حيز الخدمة ابتداء من 4 سبتمبر 2011 ورشات ومستودع لصيانتها وتنظيفها بالخروبة، وتعتبر من أرقى ما وصلت إليه تكنولوجية الصيانة في الدول المتقدمة، وتصل سعة معالجتها إلى 120 قطاراً كهربائياً في السنة. وأيضاً استلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سنة 2017 30 قاطرة ديازل كهربائية للمصنع الأمريكي إلكتروموتيف ديازل مخصصة لنقل البضائع. تقوم ورشات سيدي بلعباس واعتماداً على كفاءات جزائرية مؤهلة من تقنيين ومهندسين بإنجاز برنامج هام من أجل إعادة تهيئة 202 عربة إينوكس للمسافرين للضاحية والخطوط الكبرى، يعود تاريخها إلى سنوات السبعينات والثمانينات، لتزويدها بمختلف وسائل الراحة والرفاهية من تكييف ونظام إعلام المسافرين ومقاعد من الدرجة الأولى والثانية من الجلد الرفيع، فآخذ كهربائية وESB، وذلك وفق المعايير الدولية. كما اقتنت الشركة 17 قطاراً عصرياً ومتطوراً من نوع كوراديا للمصنع الفرنسي ألستوم مزدوج الخدمة ديازل كهربائي، والتي ستدخل حيز الخدمة شهر مارس 2018. تسير هذه القطارات الجديدة بسرعة متوسطة تبلغ 160 كيلومتر في الساعة، مما يسمح بتقليص مدة السفر على مستوى الخطوط الكبرى، لا سيما على الخطوط الرابطة بين الجزائر ووهران، الجزائر وقسنطينة، الجزائر وتلمسان، تلمسان وعنابة، وهران وبشار.
تتميز هذه القطارات في تصميمها الخارجي بشكلها الانسيابي ومؤطرات بصرية عاكسة للطبيعة التي تسير فيها، وتحتوي على غرفة قيادة عصرية مجهزة بشاشات مراقبة وأحدث تكنولوجيات أنظمة السير وغرفة خاصة برئيس القطار. كما تحتوي هذه القطارات على 254 مقعد من الجلد الرفيع مجهزة بمآخذ كهربائية و USB لشحن الهاتف النقال والكمبيوتر المحمول، منها 60 مقعداً من الدرجة الأولى و 194 أخرى من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى 12 مقعداً مهيأ لذوي الاحتياجات الخاصة. العربات مكيفة وفيها فضاء مخصص للمكالمات الهاتفية لتفادي إزعاج باقي المسافرين، وعربة عصرية للإطعام. وتنتهج الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سياسة جديدة لتحسين الخدمات بتوفير خدمة مستحدثة في الإطعام مقدمة من طرف مضيفين ومضيفات مؤهلين، خدمة الويفي، حامل للأمتعة، وتنظيف آني للعربات. كما تعتزم الشركة من خلال برنامجها الاستثماري الثاني الممتد ما بين 2020-2025 على بحث ديناميكية جديدة، سواء فيما يخص نقل المسافرين ونقل البضائع، مما يسمح بزيادة حصتها في السوق والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني والقطاع الصناعي، لا سيما في مجال نقل الإسمنت، نقل الحاويات، نقل المواد المنجمية والحديدية، نقل المواد الأولية والنهائية بين مختلف الموانئ ومركب الحديد والصلب المستقبلي لبلارة. وسطرت لذلك الأهداف الاستراتيجية التالية: تصليح ووضع في الخدمة 10 قطارات كهربائية أوتوموتخيس متلفة، اقتناء 5 قطارات كهربائية جديدة أوتوموتخيس، إضافة مقطورتين لوحدات القطارات الكهربائية الموجودة في الحظيرة الحالية، اقتناء تجهيزات لنظام الاتصالات اللاسلكية ERTMS لوحدات القطارات الكهربائية الموجودة في الحظيرة الحالية، إعادة تهيئة وتحديث 20 قاطرة ديازل كهربائي من نوع إلكتروموتيف ديازل، إعادة تهيئة وتحديث 10 قاطرات ديازل كهربائي من نوع جنرال إلكتريك، إعادة تهيئة المنشآت والمعدات خاصة ورشات الصيانة السككية لقسنطينة، سيدي بلعباس، حسين داي، عنابة والمحمدية، والقاعدة الرئيسية لصيانة القاطرات برويبة ومستودعات سوق هراس، قسنطينة، وهران والجزائر. كل هذه العناية المخصصة من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتطوير السكك الحديدية في الجزائر تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية من أجل المحافظة عليها، باعتبار القطار وسيلة نقل جماعي وشريان أساسي لتطوير الاقتصاد الوطني في سبيل تحسين الخدمة العمومية.